السلام عليكم. عليكم السلام. حيا الله ابو سعد. من ابو محمد؟ حياك الله. شخبارك ابو سعد؟ بشر الحمد لله نعمه وفضل. هلا ابو فيصل وشخباره؟ يا الله جا ابو طريه، الله يرحم والديك ارجع طريه الرجال، ترى قاهرني. ابا سخيف ان شاء الله. انا مظلوم، انا مظلوم. مظلوم يا اخي، انا مظلوم يا اخي، انا مظلوم. اريد حقي، اريد كرامتي، اريد عزتي، كيف هذا يقهرني؟ كيف هذا يقهرني؟ كيف هذا يقهرني؟ يا رجال ترى الدنيا ما تسوى، سامحه يا رجال. تبيني اسامحه؟ بالله تبيني اسامحه؟ كيف اسامح؟ كيف اسامح بعد ما قهرني وقهر امي؟ امي ماتت قهر؟ سبت الشخص هذا تبي اسامحه؟ كيف اسامحه بعد ما ضربني قدام الناس واهاني؟ اسامحه بهالبساطه؟ كيف اسامحه؟ واخذ كل رواتبي ومنعني من الزواج الى ان طاف قطار الزواج عني. ابوي ابوي بس كيف اسامحه؟ ابوي ابوي بس كيف اسامحه؟ مسلم فينا اخاه سنينا لا يمد له يمينا، أيهجره لأجل حطام دنيا، أيهجره على نتف العينا، ألا أين السماحة؟ سلم عليه قال يا أخوي ما ينفع ما تجي أنت، خذ هذه بطاقة الزواج، ما ينفع ما تحضر، ما ينفع ما تحضر. ما تسمعون صوت؟ صوت من هذا؟ صوت الشيطان يجي الآن يقول كيف؟ أنا جاي إلا ليس الرئيس، أنا جاي إلا ليس الرئيس. فوك عاد نفسك وجالس وما رحت، ما رحت أحسن لك، ما رحت. شوف كيف ضحك الناس عليك يا فلانة، ليش زعلانة من فلانة؟ والله ما عزمتني، عقبتني في المجلس. تخيل أنك أنت كل واحد يخطي عليك في الشارع تحطه في قلبك، أي واحد يخطي عليك على مدار السنين الجاية والقادمة واللي فاتت، كل واحد يخطي عليك تضعه في قلبك، أي واحد يخطي عليك سأضعه في قلبك، أي واحد يخطي عليك سأضعه في قلبي. شو فيك؟ أي شيء يدخل القلب؟ الله سيعز صاحب القلب السليم. الشيطان يقول لك اسمع، لا تستطيع ان تأخذ حقك الا ان تحقد على هذا الشخص او تحسد عليه. خذ هذه الدراسة الخطيرة التي تذهل كل من سمعها. اخذوا احد اللاعبين المشاركين في العاب اولمبية، هو كان يقوم بعملية الجري، الان هم يحاولون ان يضعوا عليه اجهزة لكي يقيسوا ماذا يحصل لجسد هذا الشخص اثناء الجري. بامكانك ان تحافظ على صحتك وتحصل على حقك. انا لو قلت لك الان انت الان بتصير مبسوط لو ان هذا اللي ظلمك يعني اخذت من حقك واستوفيت حقك منه، انت كان انتهى الموضوع؟ لا، بيجيك واحد يضربك بعد ثاني، بيجيك ثالث، بيجيك رابع، بيجيك خامس، ويا مالك من مشاكل. القافلة تسير والكلاب تنبح، توقف عند كل كلب تقول ايش ينبح؟ سكتوا الكلب هذا، وقفوا القافلة. لا، انت عندك اهداف، انت ذاهب الى جنة. قاهر اريد ان اخذ حقي فعلا. خذ حقك بيدك، لا تاخذه بكلاك وبنكرياسك ورئتك، لا تخسرهم، لا تخسرهم، لا تخسرهم. من منكم يعاني من الام في المعدة؟ مغص متكرر، حموضة مستمرة، الام في الامعاء، سكر، الام في الرقبة متكررة، تساقط شعر، قرحة، حقن، ضغط، تجعيد في الوجه، الام في اسفل الظهر، مشاكل في الرضاعة، صداع، مشاكل جنسية، اسقاط مستمر، واعظم من ذلك هي امراض القلب، هي امراض القلب، هي امراض القلب. فما ذلك في قلبك؟ قلبك قلبك، هل ترفعه؟ هل يسوى في تلك اللحظة عندما يدوس لك احد على طرف؟ عندما يدوس لك احد على طرف؟ أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينا، على ماذا التناحر والضغينا، وفيما الحقد يوقدنا السكينة. هناك خمس فرص أنا متيقن أنك تتمنى أن تكسبها ولا تخسرها، جاهرني. وهناك خمسة أشياء الشيطان لا يريدك أن تعرفها، جاهرني. وهناك ثلاث كلمات تعلمك النكد، جاهرني، جاهرني.